ساعات وأنا أقف تحت الشمس الحارقة منتظراً حافلة تقلني لخارج العاصمة. لحيتي المتشعثة التي أصبحت أطيلها منذ انضمامي للشباب المجاهد لا تثير أي غرابة وسط الفوضى والغبار الذي يكسو كل شيء حتى الوجوه حولي. بما في ذلك الحيطان الملونة التي رسمها مجموعة شباب ألوان الحياة صارت مغطاة أيضاً بطبقة من الغبار وأدخنة السيارات. تبدو رسومات لطيفة لكنها تثير اشمئزازي. كيف يظن هؤلاء الحمقى أن رسومهم هذه تشبه حياتنا في شيء؟ ماذا يفيد الرسم في محاربة أعداء الأمة؟ الرسم أصلاً حرام. لو أن الأمر بيدي لجلدت هؤلاء الشباب دون رحمة. من حق غيري أن يؤمن ويعتقد بما يريد، من حق غيري أن يعيش بحرية رغم مهما كان انتماؤه واختلافه، من حق غيري، من حق غيري. هذه العبارة السخيفة كم تثير غضبي وتبعث بداخلي شعورا بالقرف لا ينتهي. أي حرية وأي حق؟ تفاهات لا حدود لها، لا وجود لشيء اسمه غيري أصلا. أستقل الحافلة في طريقي للشباب. صحوت صباحا على رسالة منهم تفيد بأنهم نجحوا في أسر 2 من السياح بغرض مقايضتهم مع 2 من الأخوة المجاهدين. لطالما أخبرتهم أن واجبنا هو قتل هؤلاء الكفر فورا، أما الأخوة فسيصبحوا شهداء. أوليست الجنة غايتنا من كل هذا؟ أصل أخيرا، أدخل حيث السائحان. إحداهما أنثى تئن بصوت خافت. أقترب منهما، ترفع رأسها، تلتقي نظراتنا. يتجمد كل شيء حولي، حواسي، الزمن، يتجمد كل شيء. هل يمكن للقدر أن يكون غريبا ولئيما لهذا الحد؟ لماذا؟ لماذا أنت من بين كل البشر؟ كل الكفرة، لماذا أنت؟ أي كفرة وأي نحن فيما أفكر الآن؟ لم تكن سوى أختي من أبي الذي أجرنا لامرأة أوروبية ودفعها الحنين لرؤيتنا. يا إلهي، هل أباها أحد؟ يا حمقى، هذه أختي، هذه منا. رأسي يكاد ينفجر. أضمها خائفة باردة. هذه دمي، هذه مني، هذه ليست غيرنا، هذه نحن. نحن بوجه آخر وملامح وأسماء أخرى، كلنا نحن، ولا معنى لكلمة غيرنا.